هذوك الناس اللي في المارشي هما اللي كي هما اللي تيزيدوا. حنا راه كنربحوا غير درهم 30 في الكيلو. و خصهم يصوموا مع هاد الناس هاد. حنا راه عايشين معاهم، تشوف السخا ويرجع الناس هربوا. هنايا كان داكشي باش كنشريو باش كنبيعو، ولكن راه الناس ما باغينش يتقداو من عندنا، كيقول لك خضره غالي. حنا بقالنا التشرد هو اللي غادي نتشردوا، فهمتي؟ التشرد هو اللي ارتفاع ديال الاثمنه تشيرا يوم على يوم كتزاد بشويه بشويه، وكتكون السلعه فيها الاحتكار. كاينين الناس دابا كيشدوها كيبقاو شادينها ديال الغد ديالها، كيبان لهم السوق شويه ناقص كيخليوها الغد ديالها، كيقولوا شي اثمنه خياليه. علاش؟ المنتوج دابا شويه، دابا المنتوج شويه ضعيف وكيتبيع لك الثمن، وكاين فيه شي قوالب تحت بعدا مرات كيبيع لك سلعه زوينه وكتدخل تحت الاعجاب ديال السلعه. وهاد الناس هادو راه ما كيخافوش من الله سبحانه وتعالى، راه كيبيعوا شي حوايج راه ما خداماش كاع لعباد الله. وكنقولوا لهاد الناس، هاد الناس المسؤولين يراقبوا هاد السوق هذا ويدوروا يشوفوا احوالهم. راه كاين السلعه كتباع بزاف كثر من القياس ديالها. كاين واحد كيوصل لواحد، واحد كيبيع لواحد، كيجي مسكين واحد دريويش كتلقى بحال دابا هاد الكرمه دابا هي دايره الفرنك، حنا كنبيعوا فيها بالفرنك وفيها شي حاجه رقيقه. جيت تشوف وكاينه شي حاجه كتخرج منها ديال كتخرج منها شي حوايج ناقصين. يعني راه ما كاين والو خويا، راه كنسخروا وصافي. خويا حنا عايشين مع الدراوش، هذوك الناس اللي في المارشي هما اللي كي هما اللي تيزيدوا. حنا راه كنربحوا غير درهم 30 في الكيلو، و خصهم يصوموا مع هاد الناس هاد. حنا راه عايشين معاهم، تشوف السخا ويرجع الناس هربوا. لا من ورا العيد كبير، من ورا العيد كبير الخضره قليله صراحه. ولفت راه وصل 160 ريال، 160 اللفت راه داير 110 في المارشي. هنا راه كنبيعوا فيها 160 ريال، قايزوا 80 60 ريال. وبطاطا وداك الشيء راه غاليين، راه ما كاينه 70 76 ما يشوفوش فيك. وحنا كنطالبوا ينقصوا لنا السلعه باش الناس يتقداو، والناس راه ما كيتخلصوا ما والو، راه مريحين. كتلقى الدار كامله يلاه كتلقى فيها واحد اللي خدام، خمسه راه مريحين، ومع مع هذا المرض هذا اللي كان راه كتلقى الناس كانوا خدام راه مريح، وتلقى واحد هو اللي كيجري على العائله على قدام. لا ما متفقينش عليه، اثمنه مرتفعه، فلوس ما كاينينش، ماش غنقول لك، حنا لا اله الا الله تقهرنا، كل شيء مرتفع. كل اللي عندك حنا ما متفقينش على هذا الشيء، حنا تقهرنا. العثماني انه هو هما تيقولوا الحجر الصحي، الحجر الصحي غيسدوا علينا غيديروا لنا ويعشوفوا معانا. حنا راه مقهورين وكارين، عندنا اولاد وعندنا، حنا بقالنا التشرد هو اللي غادي نتشردوا، فهمتي؟ التشرد هو اللي بقى، التشرد هو اللي غادي في هذه البلاد. حنا ما عندناش، حنا عندنا انا بعدا كامره، انا مولا وليدات عكاريه عبيت، انا جاي دابا نتقدى، كلشي السوق مرتفع باش غنشري انا نخرج 400 نتقدى بها ما غتقدنيش. منين غنجيب وانا وليه وانا خدامه كنصب انا في الديور، فين غنمشي؟ بنادم العثماني خص يدير لنا حل، خاصنا حل، خاصنا حل، خاصنا حل. خويا كاينه الاثمنه غاليه، والخضره ماشي كيف ما كانت. خيزو كان غير ب 40 ريال، دابا داير 5 دراهم، اللوبيا دايره 400 ريال. الاثمنه ديال الخضره مزيوده بزاف، فهمتي؟ والدرويش ما كيتقداش من عندنا، ولا كيقول لك بزاف الخضره. وهادشي هذا ماشي من عندنا حنايا، من عند الناس ديال الفوق ديال المارشي، باش كناخذوا الثمن باش كنبيعوا. ما عمر الخدار ما يقدر يزيد. حنايا كان داكشي باش كنشريو باش كنبيعوا، ولكن راه الناس ما باغينش يتقداو من عندنا، كيقول لك خضره غاليه، كيسحبونا حنا كنزيدوا عليهم. هاي دابا اللوبيا 400، شكون اللي غياخذها من عندك؟ سلاوي 10 دراهم، الفلفله دايره 120. خضرة غالية، مطيشة دايرة 100 دريال، شكون اللي غياخذ لك مطيشة ب 100 دريال كانت ب 40؟ خيزو كان ب 10 دريال، هو دابا ب 100 دريال، اللفت 160. خضرة غالية بزاف اخويا، فهمتيني؟ الدرويش ما كيعيش، ما يعيش الدرويش الخضرة. الحامض، عرفتي الحامض شحال داير؟ 400 دريال. حامض 400 دريال، خضرة غالية بزاف. الناس دابا مقابلة اللحم، كياكلوا غير اللحم 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 اللحم، ما كياخذوش الخضرة كاع. البصلة هي ما كايناش، كانت بدرهم. وليتي كتسمع البصله ب 300، الربيع غالي، او الربيع اصاحبي ولا الاخراني ولا غالي، الربيع درهم القبطه. شنو هو اللي موجود؟ كاين النعناع، النعناع هو اللي كاين رخيص. واش حنا انسان ولا ماشي انسان؟ خضره خويا غاليه علينا بزاف والله، وسمحوا لينا. لا دابا من المولى ديال العيد الكبير وهي غدا وكتطلع، من قبل من العيد الكبير وهي غدا وكتطلع، بحال قلتي استغلوا الفرصه ديال العيد الكبير، من تما وهي كتجي التجاره كنطالبوا بالخضره تنخافض.
ما السعر هذا ما موافقناش. الناس ما كيعايشينش، الناس ما عايشينش، فهمتيني؟ انا ماشي شي نيفو ولا شي حاجه، ولكن كنقول هذا الشيء حتى انا درويش كنشوف هذا الشيء، فهمتيني؟ الخضره غاليه وكنطالبوا بالانخفاض، ما كنطالبوا بحتى شي حاجه اخرى.